اسالك سؤال مهم جدا كابتن فاروق، اتعاملت مع كابتن حسام حسن كتير كمدرب ليه. ليه كابتن حسام كتير بحسه ضاغط نفسه؟ عشان الضغط الخارجي كان زي الضغط الخارجي اكتر عليك من الضغط الداخلي بتاع اللعيبه. ده هو اللي هيقول ان انا نجحت ولا مش ناجح. الضغط اللي بيحصل مع حسام اليومين دولت، اعتقد ان الضغط يعني مش في صالح، ولا في صالح حسام، ولا في صالح الفرقه، ولا في صالح مصر. بس من كام واحد يا كابتن فاروق؟ يعني لو بصيت على الاغلبيه هتلاقي، حتى لو قعدت في اعداد جانبيه مع ناس بره، حتى لو مش على الهواء، هتلاقي معظم الناس بتساند الكابتن حسام حسن. ولازم هو في قليل بيحاول يهدم او يضايق الكابتن حسام، او يضايق الجهاز الفني، او ما بيحبش اصلا منتخب مصر، بس دول قليلين. انا حاسس ان الكابتن حسام مركز مع القليلين وسايب الكتير قوي اللي بيدعمه. هو بص، حسام يعني انا علاقتي بحسام جيده يعني. هو بعد ما بطل انا خدته معايا نادي الترسانه ولعب معانا وخدت معانا نادي المصري وسبته ما مسك فريق المصري، والحاج سيد الله يرحمه قال لي مين اللي مسك المصري؟ قلت له حسام. حسام عنده ميزه مش في اي مدرب، وهي الروح. الاراده موجوده عنده. ممكن الحاجات الفنيه وبيكتسبها كل شيء، ودلوقتي بدا يطور بشكل كبير. صح. يعرف اختياراته للعيبه، التعامل مع اللعيبه. كان بيقول لا بيزعق اللعيبه، مش معنى يزعق اللعيبه ان هو بيجرحها، ده هو ممكن يقول يعني دوس شويه اعمل شويه. ده بيقول حاجات تخلي اللعيب يبقى فايق ومركز وعايز يحقق اللي عايزه حسام. هو ده المبدا اللي انت تتعامل معه مع حسام. لكن انت مش حاجه كويسه ان انت تهاجم مدرب منتخبك. طب ما انت في واحد بقى مدربين كتير مش ماسكين المنتخب، والنتائج بتاعتهم مش افضل حاجه، ومحدش بيهاجمهم. لكن حسام ده مصر ابن البلد، لعيب وصلك كاس العالم ولعب في كاس العالم، تاريخه وهو هداف لغايه دلوقتي، هو هداف الدولي لغايه دلوقتي في تاريخ مصر. طب انت بتهاجمه ليه؟ انت تقف جنبه وتسنده وتسنده وتقول له انت اللي توصلنا كاس العالم، احنا ان شاء الله هيوصل كاس العالم، ان شاء الله يروح البطوله الافريقيه ويعمل نتيجه كويسه. طالما هو ماشي بالنظام، وكل واحد ليه مدرسه بيشتغل عليها. هو المدرسه بتاعته احسن زي روحه هو وابراهيم، افضل حاجه عندي روحي. صح. ادي روح في الملعب مع المهاره مع التركيز هنجح. وده حسام. يعني حسام كان بيجيب اهداف ما حدش كان يتوقعها، يعني يلعب كره بدماغه وكره مستوى قد كده، ينزل يعملها، يشيل الكره ازاي. الكره بتتعمل من وان تاتش، يحطها للحارس على اليمين ولا الشمال، او كره الحارس جاي قبله وهو معاه الكوره يشيل له الكوره. حسام بتكلم عليه تاريخ. تاريخ. اما كان مدرب، كان مدرب ناجح مع الانديه. يعني في انديه خدت شعبيه عشان حسام، بقت الناس تروح تتفرج عليه. يعني فانا بقول، والمنتخب كمان حسام اسم كبير وتاريخ كبير، لازم نقف معاه ولازم نسانده ولازم نبقى في ظهره. ان شاء الله بكره حسام ان شاء الله هيكسب، ويعني اقول يعني لازم الناس كلها تبقى مع حسام، ولازم الناس تفرح لمصر، ان حسام هو مصر دلوقتي بقى وجه لمصر. احنا مش بنكلمه، مش بيدرب نادي، ده بيدرب منتخب مصر. طيب لازم نبقى واقفين جنبه.